اللمبه اللي عملها هشميدي دي سوء اول ما اخترع دي دي عرضه بان الكهرباء تتفتت تنطفي، واحد يمسك زلطه كده يكسرها. لازم كل شويه نعمل لها صيانه. الله، طب الشمس اللي عماله تنور الدنيا من اول الكون من خلق، ولا نطولها نعمل لها صيانه ولا نعرف عنها ايه ولا اي حاجه؟ اقوم لازم اخد عامل، او الذي خلقها لازم له قدره تناسب هذه العظمه. صنع الله. صنع الله. كل دي مسائل تيجي مثلا تقول الانسان اللي ربنا وهبه الحياه على الارض عايز اشياء تقوم الحياه، يعني مقومات حياته ان يطعم وان يشرب وان يتنفس، هذه ثلاث اشياء. نعم نعم. الطعام ربنا صبرك عليه شهر، ان جحدك واحد يمكن يلوق بعدين، يمكن حد يحن عليك، يمكن. والشراب اقل شويه 10 ايام مثلا، والنفس ولا لحظه، يطلع شهيق ويجي ما فيش يموت. اما لك الماء، يملك الماء ويملك الطعام، انما لا يملك احد الهواء. لان قبل ما ترضى عني اكون ايه؟ اكون مت. نعم. فهذه من رحمه الحق. يبقى بعد ذلك ايه؟ اوعى تنك لكك الكلام المفيد وغير المفيد. لا تنطق الا بسبحان الله وبذكر الله. لا اله الا الله. واذا صمت يكون صمتك مش الصمت الابله الذي لا يفكر في شيء، لا فكر. جوارحك ساكته شغل عقلك بقى. الله. شغل عقلك. نعم. اما لما تشغل عقلك في الكون تقوم لا تزداد به الا عبره والا اتعاظا والا التباسا للحق والا طاعه الله في امره وفي ايه؟ وفي نهي. يبقى عايزين النظر والاعتبار. نعم. ادي واحده خلاص. نعم. الصمت للتفكير، الكلام لاشاعه الخير. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ياخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن او يعلم من يعمل بهن. فقال ابو هريره: قلت انا يا رسول الله. فاخذ بيده فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن اعبد الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا معنا نتعرف على هذه الوصية من خلال لقاء كريم مع إمام الأئمة وشيخ الدعاة إلى الله فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. مرحبا بك فضيلة الإمام. فضيلة الإمام، ونحن في هذه الوصية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. فأخذ بيده فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ورضى. نعم. اتق المحارم تكن اعبد الناس. نعم. كل شيء حرمه الله ابعد عنه. يبقى اذا تسلم عن نفسك المعاصي اولا، وبعدين اقبال على الطاعه ده موضوع ثاني. يعني احنا في ايجاب وفي سلب. الاول اسلم نفسك عن المعصيه، وبعدين اعمل ايجاب في الطاعه. درء المعصيه الاول. ليه؟ لان الطاعه هيبقى ثوابها لك، انما المعصيه قد تكون ضررا على غيرك. فكف عن المعصية أولا وبعدين اعمل الخير ثانيا. نعم. وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. نعم. لأن ما هو الغنى؟ الغنى هو استغناء النفس عن التطلع لما في يد الغير مما لا يوجد عنده. هذه الغنى. فإذا أنت تربيت على القناعة ما تبصش للنعم اللي عندك تبقى غني. يبقى إذا مش الغنى، أن ليس الغنى عن كساط العرض، ولكن الغنى غنى النفس. غنى النفس يعني ايه؟ ان اقنع بما قسمه الله لي ولا احتاج للغير. ومعنى الغنى انني استغنى عن الناس. وما دام استغنيت عن الناس يبقى هو ده الغنى الايه؟ الكامل. ما دام ما تتطلعش لما في ايد الغير تبقى انت غني. غني يعني ايه؟ يعني مستغنى عن الطلب من الايه؟ من الناس. وده ليه؟ قال لك لانك حين تعلم ان الله هو الذي اوجدك واستدعاك الى الوجود، تعلم ان انك اذا دعوت واحدا الى بيتك، مش جالك ضيف، انت اللي دعيته، يبقى معقول انك انت هتقدم له التحيه المناسبه ليك. وما دام هو اللي استدعاني للوجود يبقى ضمن لي الحكايه دي، وضمنها على قدرته. انا بضمنها للضيف اللي دعيته. أيه. على قدرتي، وهو ضمنها على قدرته. ولذلك العاقل يقول: يا ربنا رزقني بايه؟ يمشي يعمل حياته على وفق ما رزق، ما يحاولش ان هو يعمل لنفسه مصرف فوق الوارد. لأن رحم الله امرأ عرف قدر نفسه،
واللي عايز يرفع مستوى حركته في الحياة ويرفهه يزيد من عمله في عمل الخير. اولا الرزق ما انتفع به، قد يكون معاك ولو في رزقك يضيع منك ينسرق مثلا، مش كده قد تأكله وفيش اكتر من كده بقى، رزقك انما مش بتاعك، نفسك تغم عليك كده تقوم تتقايا سبحان الله، تقوم انت قاعد بقى بالقى كده تلف زي حشرة جات وكلته، يبقى شوف رزقك، رزقها هي وانت شايله، فنفسك ده بقى. ومش كده قد يتمثل دما بعد كده، مفيش اكتر من كده بقى، ان هضم متمثل دم حاجة تجرحني وروح منزلها مني قد كده، ده مش رزقي. يبقى اذا الرزق ما انتفع به، وما دام الرزق ما انتفع به نشوف النفع ده جاي يجي ازاي. النفع هو ما به قوام الوجود، ولذلك النبي حدد المسألة دي وقال من أصبح معافا في بدنه صحته كويسة آمنا في سربه، ما حدش بيهجن بلا يخوف، عنده قوت يومه فكأنما حجت له الدنيا بحذافيرها. لأن كيف أشغل برزق الغد وأنا لا أضمن أن أعيش غدا، ما دام بطة ملت انتهت المسألة إيش فيها؟ الحق سبحانه وتعالى يريد أن نستصحب هذه، لأنه قال في الحديث القدسي يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، والعبادة مش هي الصلاة والصوم، العبادة كل حركة نافعة في الوجود، بدليل أنه لما يدعوني للصلاة يوم الجمعة أقول إيه وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، يعني أخرجني مش من عواطلي، لا ده من البيع اللي هو قمة حركة استبدال في حياة، لأن البيع وسيلة بين المنتج والمستهلك، والبيع ما قالش الشراء لأن البيع ده نبه عاجل، إنما لما أزرع استنى بقى 6 أشهر واستنى، مش ولا لما أصنع لما أوزع الصنعة ولا بتاع، إنما البيع يعني إذا نودي للصلاة فاسعى إلى الإيه الرزق اللي على طول ده عاجل، فأن تذهب في غيره بقى أولى. كويس كده يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا لا، فإذا قدرت الصلاة انتشروا في الارض ليه وابتغوا من فضل الله. يبقى اخرجني من عمل الى عباده ثم ردني من عباده الى عمل، فان خالفت في واحده يبقى دي معصيه في الاثنين، ما يبقاش لا عواطلي ولا تلهين المساجد عن الحركه في الارض، لان الحركه في الارض دي هي اللي بتعمرها. انا عايز استر عرضي هجيب مترين قماش ما بروحهمش اجيبهم من تاجر الجمله، لان تاجر الجمله ما بيبيعش الا تواب. يبقى الراجل اللي عنده رزق يا دوب 1000 جنيه وجايب بهم شويه قماش قد كده، اروح اجيب منه التوبينيه وهو خدمته عشان ياخد رزق. وبعدين هو بيجيب من تاجر الجمله، وتاجر الجمله رايح يجيبه من المنسج، والمنسج جايبه من المخزن، والمخزن جايبه من المحلق، والمحلق جايبه من الزارع. شوف عشان تستر عورتك في الصلاه كم حركه في الوجود نفعتك. الله. يبقى كل حركه نافعه في الوجود دي عباده. الله دي الله. كلها عبادة. نعم. خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. الله. تتعب مش تعب الجسم، تتعب تعب العقل والفكر، ينامش الليل ما ينامش الليل وتقعد تفكر وتعمل مش عارف لا يتعب يعرق خلاص كده. فإن أنت رضيت بما قسمته لك رحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. الله. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية. الله. ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك. الله. وكنت عندي مذموما يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم أيعيني رغيف عيش أسوقه لك. الله. يا ابن آدم أنا لم أنس من الرزق من عصاني فكيف بمن أطاعني. الله. يا ابن آدم لا تطلب مني رزق غد لأني لم أطلبك بعمل غد. نعم. الله فتح الله عليك مولاي. نعم. فضيلة الإمام وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. نعم، لأن مدام جاري قلت هو المفزع الأول ليه. الله. لأول ما بقول يقول يا فلان، ما حدش وياه من أهلي أو نعم. بقول يا فلان يعني الجاري، ولمدى الصوت لسبع جار اقول ما لقيتش حد بقول ايه ياهو يعني ياهو يعني ما فيش الا انت بقى، ما حدش اسعفني. يبقى انت اللي ايه ما دام الجار بهذا الشكل يبقى هو المطلع على عوراتي، وهو المفزع لي عند شدائلي خلاص، وهو المواجه لي في كل حركه من حركات حياتي ساره او مسيئه. يبقى لازم اعرف ليه، لانك انت اذا احسنت جوار جارك هو مطلوب منه ان يحسن اليك ايضا،
يبقى انت خدت احسن من هنا واحسن من هنا. ولا تكثر الضحك فان كثره الضحك تميت الحياه. ايوه، لان اللي بيضحك ده مش هو ناظر الا الى هزل الدنيا. يضحك يعني كده بقدر، بس دليل الاستحسان او دليل الطرب بشيء. ولذلك كان رسول الله يضحك، ولكن لا ضحكه بتبسم بس، مش قهقهه بقى ومش عارف ايه وبتاع وكده. ليه؟ لان في حاجات بتلاحقه، شيء مضحك، انما في اشياء مقصر فيها يبكي. فما تضحكش بقى لو كنت يعني كيف يموت القلب؟ يموت القلب ان شغل بغير الله. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيده وقال: يا معاذ، والله اني لاحبك ثم اوصيك يا معاذ، لا تدعنا في دبر كل صلاه، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ايها الاخوه المؤمنون، معنا في هذه الوصيه هو العالم الجليل فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي. مرحبا بك فضيلة الإمام. فضيلة الإمام، هذه الوصية التي نتعرض إليها اليوم وهي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك ثم أوصيك يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، حين يدعو الإنسان هذه الدعوة بعد عمل الطاعة في الصلاة يدل على أنه استلذ من الصلاة وانبسط منها وأدرك فيها فيضات الله عليه. فيقول له: يا رب ما تحرمنيش هذه اللذة بعدها، وخليني أوالي عملها. يبقى ده دليل منه على أن ربنا عمل فيه جميل في أنه هداه إلى أن يصلي. ما يقولش جميل إلا إذا أدرك لها فيضات وإشراقات في نفسه، وإن كان تعب من حاجة لها راحت، إن كان بيفكر في حاجة لها انتهت. ولذلك يقول الرسول: من حزبه أمر فليقم إلى الصلاة. اللي يعني أمر يعجزه يروح ليه؟ أم قال لك لأن في أشياء لا تقوى أسبابك عليها. ففهم الأحداث إنك أنت ما أنتش لوحدك في الكون، ده أنا ليا رب وأنا آمنت بهذا الرب. الله. والرب ما عندوش اسباب فوق الاسباب. الله. يبقى ان كان المساله دي عاجزه عن سببي انا، انما لا يعجز عنها سبب الله. فتروح للصلاه للرب ده. فاذا اذا حزبك اي امر ما تسلمش نفسك للامر، بل قوم وتوضا كده وصلي، تلتفت ربنا جاب لك الفرج. ليه؟ لانك لجأت الى ركن شديد وهو الحق. الله. سبحانه وتعالى. الله. 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 فضيلة الامام، الانسان وهو ساجد هذا الموضع يكون فيه أقرب إلى الله من أي مكان آخر. نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأن الوجه نعم اسمه إقامة، وواجهة يواجه بها الناس، وأشرف شيء فيه. بدليل أنني إذا سرت وعربية جت تطرطشني بوساخة أقوم أعمل إيه؟ أول حاجة أروح أعمل كده على وشي عشان أنفع أنا بس، إنما تبهدل هدومي، تبهدل مش عارف إيه، يبقى الوجه هو إيه؟ اشرف حاجه، واللي هو ايه اللي هو مرفوع القامه. فاذا كانت القامه المرفوعه دي اللي بتتميز بها في الناس، انت وضعتها في الارض لله، يبقى دل ذلك على ان الله اكبر من القيمه التي تصورها، وانك اذا ما سجدت لله خضوعا زادك الله به ايه فيضا، وزادك الله به ايه به رفعه وعزا. نعم. الحبيب محمد يقول لسيدنا معاذ: والله اني لاحبك يا معاذ. الحب والقسم من الله سبحانه وتعالى من الحبيب محمد. شوف، الحق سبحانه وتعالى يخاطبنا على ما نتخاطب به على الشيء. وإذا أردت أن تؤكده لمن يظن أن الكلام مش حق قوي، تقوم تؤكده باليمين. يبقى إذن وسائل التأكيد نوعين: إما البينة وإما اليمين. ولذلك يقول لك: البينة على من ادعى، واليمين على إيه؟ على من أنكر. فأنت لا تحلف على شيء إلا إذا كنت تريد أن تؤكد هذا الإيه؟ هذا الشيء. الحق سبحانه وتعالى يحلف بما شاء على من شاء، يحلف بالجماد والطور وكتاب مسطور في أي وقت شاء، على أي والتين والزيتون وطور سينين. الله. إذن هو يحكم، والمرسلات وعرفة، يحكم بالملائكة. أي حاجة يحكم بها الله، لأنه يعرف سر الجمال فيها. كل حاجة ربنا خليها يعرف سر الجمال فيها، فهو بيحكم به. لكن أنا لما أحلف ما أعرفش سر الأشياء، فلا أحلف إلا بالله، لأن دي عظمته فوق كل عظمة، أن كل عظمة دون عظمة الله موهوبة، وكل عظمة دون عظمة الله مسلوبة. فأنا ما عنديش الله،
فلما يجي الانسان يقسم على انه بيحب شيء يبقى دليل على انه بيأكد ايه؟ بيأكد الحب. نعم. ما هو الحب؟ الحب هو توجه القلب الى المحبوب، توجه يربط نفعه بنفعك ومضرتك بمضرته، هذه معنى الحب. لكنه له مرحلين، حب عقل وحب عاطفة. حب العقل هو ما يرجح العقل نفعه، كما يحب المريض الدواء المر. أنا لا أحب الدواء المر بعقلي بعاطفتي، أنا نكرهه، إنما بحبه بعقلي لأنه سبب العافية. هذا اسمه حب إيه؟ اسمه حب عقلي. ولكن حب العاطفة ملوش دليل عقلي. أنا بحب ابني حتى وإن كان غبي، وأحب ابني عدوي وإن كان ذكي. الله، يبقى ده في حب العقل وده حب الايه. لما رسول الله قال لسيدنا عمر لا يكمل ايمان احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه صلى الله عليه وسلم، قلنا الرجل صادق مع نفسه، قال له يا رسول الله انا احبك عن مالي وولدي، اما عن نفسي فلا. شوف الصدق. الله يقول رسول الله يكررها، لا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه. يا رسول الله انا بحبك، يكررها ثالثا. فلما كررها رسول الله ثلاثا علم ان هذا كلام عزيمه ما فيش فيه يعني. وهو قال برضه صراحه حق، والا كان يقدر يقول ايه يا رسول الله، لا جاب الواقع اللي في عاطفته. ايه اللي خلى عمر يقول له الان احبك يا رسول الله؟ لان لما اكد ان انا احبه كانه لا يعني حب العاطفه، لأن حب العاطفة لا يقنن له، أكنه أراد الحب العقلي. أنا لما أقول أنا في جاهليتي لولا رسول الله كنت أبقى في داهية، فأنا بحبه بعقلي. قد يتسامى هذا الحب العقلي لأنك تحبه بعاطفتك. إذن ففي حبين اثنين، حب عقلي وحب إيه؟ عاطفي. وحب عاطفي. العقل والعاطفة دي أعمال الحوادث. لكن لما 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 يقسم مثلا أنني أحبك، اللي يقدر على الكلمه دي يبقى لا عقل ولا عواطف، ده الذات بقى، ده شغل الايه؟ الذات. طب ونحبه ليه؟ لانك جئت على مرادي فيما اخترت فيه. انا خالقك مختار، تؤمن او تكفر انت حر، تطيع او تعصي انت حر، ولكنك فضلت ما لك من حريه الاختيار على مرادي من العباده. الله. يبقى احبك ولا ما احبكش؟ الله. نعم. وانت قادر على ان تعصيني انما حبتني. الله. يبقى احبك. الله. نعم. ارحنا بها يا بلال. ارحنا بها يا بلال. الله. لان احنا قلنا اذا كان هناك امور تعز عن اسبابي، اسبابي ما تقدرش عليه، يقوم ايه اللي خلصني منها؟ ان انا اروح للركن الشديد اللي قادر على كل شيء. وقف بين يدي الله. ارحنا بها مش منها؟ يعني كأنني لما أقف بين يدي الله أرتاح بهذه الوقفة من متاعبي في الدنيا. ليه؟ لأنني رحت إلى رب قادر فوق أسبابي. ويقدر يعمل لي الأشياء اللي ما تجيش على بالي. فضيلة الإمام، الصلاة الصلاة فلا تضيعوها. وقلنا أن الصلاة هي الصلة بين العبد وربه، وقلنا أن ميزتها أنها لا تسقط أبدا، حتى بالخاطر يصلي بخاطره، ما قدرش يحرك حتى. نعم. يصلي بخاطره. نعم. وقلنا ان فيها فرضت بالمباشرة. نعم. وغيرها فرض بالوحي. فلما تفرض بالمباشرة تعالى يا محمد عني لانني حافظ عليه. وفيها كل اركان الاسلام. يبقى اذا نستطيع ان نقول ان الصلاة دي هي عماد الدين. وما دام هي عماد الدين نقول له تعالى ليه بقى؟ قال لك لانك تعيش في ملك الله بنعم الله. تبقى انت في كل الوجود مع نعمة الله. فانا عايز اخليك مرة مع المنعم نفسه. نعم. نعم. انت في كل النعم مع مين؟ مع الله. لا مع نعمة الله. نعم مع نعمة الله. ولكني اريد ان تكون مع المنعم. لان النفس الطموحة، افرض ان واحد قالوا ده جه راجل هنا غني كبير او راجل اهل خير وعامل عزيمه للبلد كله، فدخلت الساحه لقيت عزيمه فيها كل ما لذ وما طاب ومش عارف ايه وبتاع، في واحد ينشغل بالنعمه وفي واحد يقول طب انا نفس الراجل اللي عمل العمليه دي مين هو؟ ويسيب الاكل ويسيب الشرب ومش عارف ايه،
إذن ففيه فرق بين أن تكون مع النعمة وأن تكون مع المنعم. فالصلاة أنت مع المنعم، وفي غير الصلاة أنت مع النعمة. الله. ولذلك يقول لك للمريض سلوى المريض، يقول لك هناك إيه؟ إن مرض فلان فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. فكأن المريض مع الله، والصحيح مع نعمة الله، وفرق بين الأمرين. ولذلك تجد مريض الناس تعبانين من أجله وهو بيضحك، لو لم يكن فيه أنس ملؤه بأنه في معية الله ما تضحكش، يبقى أنت اللي تعبان، لأنه هو في معية الله، وما دام في معية الله يبقى كل حاجة حلوة. ماذا تقول لكل مقصر في هذه الفريضة؟ يقول له ما دامت الله يدعوك وأنت تأبى، دعاك إلى ملاقاة من أنعم عليك وأنت تأبى، فقدر أن أباك دعاك ولم تجب، فماذا يكون الموقف؟ بس قدر دي بالنسبة لي. ندعو الله أن لا يحرمنا منها حتى لا نحرم من معية الله. آمين يا رب العالمين. فضيلة الإمام، نختتم هذه الوصية بدعوة كريمة من فضيلتكم. نسأل الله أن لا يلهم لساننا إلا بخير، وأن يكفه عن كل شر، وأن يجعل أسماعنا لا تسمع من ألسنة الناس إلا الخير. اللهم إني أسألك أن تصرف كل طاقتنا إليك. آمين يا رب. نظر اعتبار وصمت اعتبار وتفكير ونطق خير نشيعه في الناس. اللهم إني أسألك ألا تميت قلبي عن ذكرك. آمين يا رب. وأن تحيه بنور إيمانك وفيض تجليك عليه حتى يشع طاعة في جميع جوارح. اللهم رضنا بقدرك في خلقك حتى يرضى خلقك بقدرك فينا. آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، نشكركم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء مع وصية أخرى من وصايا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا، نرجو مواصلة الاستماع على الشريط التالي من هذا الإصدار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازم أسد الحجر أولا، لأن درء المفسدة مقدما على جلب المصلحة، ولذلك يقول الحق في درء مفسدة الآخرة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، يبقى الأول ينجو من النار وبعدين يبقى يدخل الجنة، مش يجي العكس. لا، الأول درء المفسدة من النار مقدم على جلب الخير لك بالجنة. الأول ادرء الايه؟ ادرء المفسدة. يبقى التقوى معناها أن تكون قويا، أو تكون متقيا لمضرة تصل إليك من الغير. ومن عجيب التقوى في القرآن أن الله قال اتقوا الله، وقال في آية أخرى اتقوا النار التي أعدت للكافرين. فزي ما قال اتقوا الله قال اتقوا، فهل التقوى هنا هي التقوى هنا؟ نعم. اتقوا الله، الله له صفات جمال وصفات جلال. صفات الجلال محيي ومميت، معز مذل، قابض باسط، غفور رحيم، تواب، كل دي صفات. وبعدين القهار ذو البطش، ففيه صفة تعطي جمال وفيه صفة تدي جلال. فالصفة التي تعطي جمالا هي ما تأتي بالخير، والصفة التي تعطي جلالا هي ما ترهبك من الشر. الحق سبحانه يقول اتقوني، يعني اتقوني، لي صفات جمال وهبتها لكم من الخير، ولكن لي صفات جلال آخذكم إن لم تستقيموا على الخير. فاجعلوا بين صفات جلالي وبينكم وقاية، ما تخلونيش أغضب عليكم، اجعل بين غضبي وبينك وقاية، اجعل بين جبروتي وقاية. وإذا كانت النار من جنود الله في العذاب، زي ما قال اتقوا الله يقول اتقوا النار، لأن من جنود الله النار. هذا ما ينافيش المعية اللي مطلوبة، كن مع الله دائما، يبقى مع الله في الخير. ولكن احذر الله أن يصيبك بصفات جلاله بما يضرك، فاتقوا الله يجعلوا بينكم وبين الله وقاية، بأن لا تقتربوا عما أحرمه، ما تقتربوش له، وكونوا في معيته فيما أحله. يبقى مرة يبقى في المعية، ومرة يبقى في الايه؟ في التقوى. نعم. وإذا كانت النار جندي من جنود الله في العذاب، يبقى زي ما قلت اتقوا الله أي اتقوا صفات جلال الله، ومن صفات جلاله أن يعذبكم بالنار. فهي ما يقول اتقوا الله، يبقى يقول اتقوا الايه؟ اتقوا النار. نعم. وما دامت التقوى كده، يبقى نشوف قال ايه افعل ايه نفعله.
وقال لا تفعل إيه لك، ويبقى خلاصة الدين كله من أول آدم إلى خاتم الأنبياء افعل كذا ولا تفعل كذا. افعل دي في حركة الإيجابية، ولا تفعل في الحركة الإيه؟ في الحركة السلبية. يبقى فيه إيجاب وفيه سلب. وفيه سلب. مادام فيه إيجاب وفيه سلب يبقى هتاخد بالإيجاب النافع وتاخد تنفي بالسلب الإيه؟ الضار. الضار. يبقى هذا معنى الإيه التقوى. ولذلك هقول لك أنا خلقته وانا اعلم بالغاية من خلقك، بس افهم ان فعل الله لا يعلل، ما تقولش خلقني لكذا، هو لا يعلل بعلة تعود عليه هو، انما يعلل بعلة تعود عليك انت، بعلة تعود عليك انت. يبقى لما يقولك الله منزع عن العلة وعن الغرض تقول له العلة التي تعود عليك، يعني هو خالق قبل ان يخلق الخلق، وقوي قبل ان يخلق الضعيف، كل دي صفات، لانه بصفات الكمال خلقك، فلما خلقك ما زدتوش انت صفة كمال. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان اللي قال افعله افعله، واللي قال ما تفعلوش ما تفعلوش. ولذلك جاء في اصل الخلافة لآدم بهذا المنهج، الله يريد منهجا يضبط حركة الحياة. لا زي ما قال انشأكم من الارض واستعمركم فيها، بس ما انزلش آدم خلقه كده وراح منزل له منهج وقال له امشي بيه، لا عمل له تجربة. هذه التجربة يقول له انا هقول لك حاجة يعملها وحاجة ما تعملهاش، فقال لك كل من كل الثمر ده بس ما تقربش هذه الشجرة، يبقى ادي افعل ولا تفعل. ولا تفعل طول ما هو مستعمل افعل ولا تفعل ماشي في امان الله. وبعدين لما الشيطان اغواه وكل من الشجرة اللي قال له ما تقربهاش، ده هو بقول له لا تقربها، يقوم يروح ياكل منها. طب ده بقول ما تقربش منها يقوم يروح ياكل، قال ايه؟ فلما كل من الشجرة ما الذي حدث؟ القرآن قال بدت لهما سوآتهما. ايه يعني بدت؟ انكشفت لهما سوءه يعني عورة. الله كانش في عورة؟ قال لا ما كانش في عورة، لان ما الفرق بين فتحة الدبر وفتحة الفم؟ إيه فدي فتحة ودي فتحة، ما دي ليه يعني تبقى عورة ودي مش عورة؟ الادخال مش إيه؟ مش عورة، والاخراج هو اللي عورة. أم قال لك لان الادخال تدخل ما يطيب لك وتستلذه، انما الحتة التانية بتخرج لك ما ايه؟ الفضلات التي تؤلم بريحها ورائحتها والى اخره وتعبها، ما عملتش كده زي تتعب. ثم كان بياكل على منهج الله كل دي ولا تقول شيء، ما كانش عنده حاجه، لانه يتغذى بطهي الله. الله فيعطيله القوه والخير ولا يعطيلوش حاجه تعمل ده. لا زغوره ولا ما فيش. فما كانش فيه حاجه، فتحه زي فتحه. فلما اكل من الشجره بدت السوءه. ولذلك قال لك يخزفان عليهما من ورق الجنه، يجيبوا الورق ويعطوه عشان يدروه بالدريقة. ليه؟ قال لك ما طلع منها أشياء وحشة. قال لك ليه؟ لأنك خالفت المنهج. دي ربنا إدى لآدم وقال له يا آدم أنا أقول من دي ولا تأكلش من دي، واحذر الشيطان هيوسوس لك. فالشيطان وسوس له فأكل، ارتكب حاجتين اثنين. قال له خلاص عرفت أنك لما خالفت المنهج بدت عورتك وقرفت من حياتك الشيء الذي كنت تستلذه وتستطعمه وتبقى مريء لك. شوف أنت بقيت قرفان منه، قرفان منه. ولذلك لما يقول لك ساعة ما تعمل عملية يقول الحمد لله الذي أطعمني به لذة وأخرج مني أذى، الاثنين أدخل ده لذيذ وخرج ده قذى. فيا آدم خذ من دي افعل ولا تفعل، اوعى تغير، لأنك أنت انخلفت هيحصل لك لا في الدنيا. واحذر الشيطان، والشيطان شوف عملك فيك إيه، اخرج بقى إلى الأرض وباشر مهمتك. فكأن الله لم يرسل آدم ليباشر مهمته في الأرض كده من دون تجربة، لا ده عمل له تجربة وعمل له هذه التجربة في الجنة علشان يعرف انها حقائق واضحة. فانه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. احرصوا على هذا. ليه اختلاف ليه؟ لان شهوات الدنيا بترتقي، الدنيا بترتقي. كنا زمان لما نروح مشوار نروح ماشيين نركب بطيئة، وبعدين جات لنا سيارة، وبعدين جات لنا طيارة، وقالنا بقى صاروخ، ويمكن الحاجة تحصل ما ادراش بها في الفيلم دلوقتي تحصل هناك اشوفها الان. كل دي الشهوات زادت. فما كانش الانسان هيتمسك بقى بدينه هينخيل، وما دام ينخيل هيضطر يذهب الى شهوات نفسه، هتبقى شر كبير. ايه اللي يعصبك؟ تشوف ربنا قال افعل ولا تفعل، واتق الله في كل شيء عشان تنجو وايه عشان تسلم. والحبيب محمد قال وعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ليه بيعض عليها بالنواجذ؟ يعني شيء مش عايز يفوتك، يعني ايديك مش كافيه، بل بنواجذك كده عض عليها. يعني ايه؟ احرص على الا يفوتك شيء من سنتي
ولا من سنة الخلفاء الراشدين من بعد، فهي وقاية من آفات حركة الحياة في الأرض التي ستتسع فيها مراهي الشهوة ومراهي الجاذبية، ومش هينجو منها إلا الإنسان الإيه القوي اللي يقدر يقول يستحضر عقوبة هذا ويستحضر جزاء الخير في منهج الله. نعم، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فضيلة الإمام، نحن نختتم هذه الوصية بكلمة طيبة من فضيلتكم لكل مشاهد كريم. زخارف الدنيا لا تنتهي، كل يوم لها زخرف، وكلما زادت زخارف الدنيا كلما مالت النفس إليها. الله. فإياك أن تحرك هذه الزخارف بغاياتها المعيشة القبيحة. الله. بارك الله فيكم. يقول حبيب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها، أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقسط في الغنى والفقر، وأن أعفو عن من ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرة ونظري ونطقي ذكرى ونظري عبرة. صدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فضيلة الإمام، قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها. نعم. أوصاني بالإخلاص في السر والعلانية. ما هو الإخلاص؟ أن تكون حركة قالبك موافقة لانفعالات قلبك. أما أن يكون لقالبك حركة ولقلبك اعتقاد يناقضها فهذا هو غير الإخلاص. والإخلاص ده الأمر الذي استأثر الله به في الخلق، فيقول سبحانه: الإخلاص سر من أسراري، أودعه قلب من أحببت من عبادي، لا يطلع عليه ملك فيكتبه. دي من الأشياء اللي ما تكتبش، ولا شيطان فيفسده، وهو بين العبد وبين ربه. تستطيع أن تكون أمام الناس ورعا، إذا سمعت الأذان تهرول وتصلي وتبقى في الصف الأول وتعمل مش عارف إيه، إنما قلبك ما هوش خالص في هذه المسألة. يمكن ليقول الناس أنك ورع، يمكن عشان تشجع الناس أن يأتمنوك على حركة الحياة. يبقى القالب له اتجاه، ولكن القلب له اتجاه، وده اللي يقابله النفاق، يقابله النفاق. فما دام الإخلاص لله، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا في أن الإنسان قد يعمل العمل ليقال، يقول له: قد عملت ليقال وقد خيل. قال له: يا سلام عليه ده محزن، يا سلام عليه ده مش عارف ايه، خلاص انتهى. فما دام عملت ليقال وقد خيل يبقى خلصنا. انما اللي عمل عبش علشان يقال، عشان يعلمه اللي هو بس صاحب السر. احنا عندنا في الريف الرجل الامي اللي ما لبس عمره حذاء، بيقعد جاب الغله اللي درسها وعمل 9 كلات هنا وكيله هنا عشان الزكاه، طلع الزكاه في الغيط. في الغيط. ايوه. مراته قاعده الناحيه دي، كل ما يجي عليها محتاج تروح حفله تقول له: خد اقرا الفاتحه لابويا، اقرا الفاتحه لامي، اقرا الفاتحه لخالتي. الراجل قاعد وسمع، ما جابش واحده من قرايبه، لا ابوه ولا امه ولا خالته ولا أبوه. كله قرايبها. فشوف، فقال له: خد يا ابني، ربنا عارف الغله بتاع مين. هذا هو الاخلاص. الاخلاص ان ربنا يعلم العمل معمول القالب، ولا القلب ولا والقلب غير والقلب ايه والقلب غير. والعدل. نعم. والعدل في الرضا والغضب. نعم. ساعد، ما هو العدل؟ العدل هو اعطاء كل ذي حق حقه، والذي يفسده العدل الهوى، يميل يعني ناحية ولا ناحية. طب والهوى بيجي ليه؟ عشان انا بدي احكم لمن احب. لو كنت تحب الحق ما جال في بالك يا من تحبه، بتحب الحق يبقى انتهى. الله. يبقى العدل في الرضا، ما تحكمش للناس الاحباء ليك ظلما، وفي الغضب الناس اللي انت غضبان عليهم ما تاخدش الحق منهم. والعدل في الرضا، يعني الرضا لا يؤثر أن تحكم له، والغضب لا يؤثر أن تحكم عليه. يبقى خلافه. ما لذلك القاضي للمهدي الخليفة دخل عليه يوما وقال له: يا أمير المؤمنين، أقلني من القضاء. قال: ومن للعدل غيرك يا عاقبة؟ واسمه عاقبة ابن يزيد. قال: والله يا أمير المؤمنين، لقد اختصم إلي شخصان في أمر لم أستطع التوفيق بينهما فيه، وكلما أجلته ليتصالحا استمر على الغضب وقاضني. فبين أنا يوم في البيت، جاء الخادم بطبق من الرطب
لأن الناس علموا أني أحب الرطب، وكان الرطب في بواكيره يعني لسه جديد. فقلت للخادم من هذا؟ فقال رجل سيئته كيت وكيت وكيت، فعلمت أنه أحد المتقاضين. فقلت لخادمي رد له الطبق، فرددته. فلما جلست اليوم للقضاء دخل علي، فوالله ما استوي في نظري وإن كنت قد رددت الطبق. الله. فعلمت أن قلبي ما يستحملش المسائل دي. يبقى العدل في الرضا والغضب. الرضا لا يجعلك تحكم بالظلم لحبيبك، والغضب لا يمنعك أن تحكم بالحق وإن كان لا. والقصد في الغنى والفقر. والقصد في الغنى، القصد ما هو؟ القصد معناه أن الشيء يكون إيه؟ مقتصد، يعني لا هو له طرفين، كل شيء له طرفين، كلا طرفي كل الأمور زميمه، وذلك خير الأمور إليه الوسط. الوسط، لأن إن كان ده في خير أخذنا منه، وإن كان ده في خير أخذنا منه. مثلا إحنا لما جم الشيوعية قامت كانت ضد الرأسمالية، وبعدين قالوا ده مش الشيوعية دي، ده دي اشتراكية، ده دي مقدمة للشيوعية، لسه حنيجي بالشيوعية. وبعدين الظروف اضطرت الرأسمالية أن تتنازل عن شراستها، وبقت تدي للعمال حقوق وتدي لهم أجازات وتدي لهم مش عارف إيه وتخليهم لقاء. لما شافت الشيوعية بتقلب العمال، والشيوعية لما لقت ان الحكم ده مع الحوافز الشخصية للطموح يبقى ملوم. ليه؟ لان قبض الايد هيمنع حركة السوق، لان المنتج والمستهلك لما ما يلاقيش حد يبسط ويصرف تتعطل الصنعة، تتعطل الصنعة، تتعطل المعامل، تتعطل المعامل يجي بطالة. إذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا القصد في كل إيه؟ كل شيء. منهم أمة مقتصدة. مقتصدة يعني